family family parents 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 father 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 mother 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 brother 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 sister 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 uncle 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 aunt 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 cousin 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 nephew 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 niece 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 grandfather grandfather sorry grandfather 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 grandmother 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 husband 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 wife 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 daughter 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 son son stepfather اللي هو زوج الأم stepfather زوج الأم إنما زوجة الأب stepmother 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 الأخ غير الشقيق stepbrother 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 والأخت غير الشقيقة stepsister 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 والأقارب اللي هي معناها relatives relatives relatives. هنقرأ مجموعات الجمل دي مع بعض هنعرف من خلالها بعض الكلمات الخاصة بالعائلة. الجملة بتقول I am Mary I am Mary I am 14 years old I am 14 years old. طبعا لو لاحظنا هنا في الجمل هنلاقي بنقول I am واحنا قلنا في الدرس بتاع verb to be am معناها يكون بتستخدم مع subject I I am 14 years old. بعد كده بنقول I have a good family I have a good family I have انا لدي وانا عندي او انا املك برضو قلنا ان have بتستخدم بمعنى لديه او يملك مع subject I I have انا املك a good family وطبعا family يعني عائلة I have one brother انا لدي اخ واحد one brother برضو قلنا I have عندي هنا brother اخ ركز قوي في الكلمات اللي باللون الاحمر عشان دي الكلمات الجديدة اللي انت المفروض هتحفظها ان شاء الله brother 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 he is a teacher he is قلنا في الدرس بتاع verb to be ان is معناها يكون ولكن بتستخدم مع subject he وشي وإت والسنجولر نون فاحنا هنا مع هي استخدمنا إز هي إز هو يكون a teacher مدرس and he has a son and he has a son he has استخدمنا في أول الفقرة I have هنا have بمعنى عنده أو لديه أو يملك وهنا برضو has بمعنى عنده أو لديه أو يملك ولكن subject هنا I استخدمنا have subject هنا he استخدمنا has زي ما قلنا في الدرس بتاع verb to have he has a son son ابن he has a son ابن his son ابنه ابن مين ابن brother ابن اخويا is my nephew يبقى nephew ابن الاخ nephew ابن الاخ my sister is 30 years old my sister singular noun اسم مفرد فجبنا is بمعنى يكون ما جبناش are ولا جبنا am 30 years old عندها 30 سنة she has قلنا she has هي عندها عندها هنا has مش have علشان subject بتاعي she has one daughter One daughter, daughter, daughter. يعني بنت. هي عندها بنت واحدة. مين اللي عندها بنت واحدة؟ My sister, أختي. طيب بنت أختي اسمها إيه؟ The girl, البنت اللي هي daughter is my niece. يعني بنت أختي. يبقى هنا نستنتج إن نيس معناها بنت الأخت. My father and mother have a small project. My father, أبي and mother, أمي have a small project. لديهم مشروع صغير. طبعا هنا father و mother الاثنين مع بعض plural يعني جمع. عشان كده استخدمنا have مش has. They are happy with their job. They are happy with their job. يعني هم سعداء بوظيفتهم. We have a big house. We have a big house. We have استخدمنا have هنا عندنا. احنا عندنا عشان subject we. فوقها مباشرة استخدمنا are بمعنى يكون عشان subject they. زي ما اتكلمنا في درسين اللي فاتوا. بعد كده بنقول my uncle. Uncle اللي هو العم او الخال. Is an engineer. طبعا جبنا is عشان singular المفرد. Is an engineer. He has one son called Ali. He has مع subject he. One son قلنا قبل كده ان son معناها ابن called Ali عمي عنده ابن اسمه علي طيب يبقى علي ابن عمي so Ali is my cousin يبقى علي يكون يبقى cousin يعني ايه تمام ابن العم يبقى Ali is my cousin his wife يعني زوجته is a nurse يبقى wife معناها الزوجة his wife is a nurse my aunt Sally has a company يبقى aunt العمة او الخالة وطبعا singular مفرد فاستخدمنا has يعني عندها شركة in America her husband husband يعني الزوج her husband is a businessman زوجها رجل اعمال يبقى husband يعني الزوج وطبعا husband اسم مفرد جبنا is
اللي هو يكون. My grandfather, grandfather اللي هو جدي, is a kind man. طبعا is عشان السنجولر المفرد, يبقى grandfather معناها جدي. My grandmother, my grandmother is a beautiful woman. My grandmother is a beautiful woman. يبقى جدتي, my grandmother اللي هي الجدة, is طبعا is عشان السنجولر المفرد, a beautiful woman, امرأة جميلة. We are, طبعا جبنا are هنا بمعنى يكون علشان we are a happy family, احنا عيلة سعيدة. We have a lot of relatives, لدينا الكثير من relatives اللي هي الأقارب. Relatives دي الكلمات الخاصة بالعائلة.